هناك قال باب شروط النكاح، وهنا قال باب الشروط في النكاح. هذه الشروط التي يضعها المتعاقدين، التي يضعها المتعاقدين الزوج والزوجة يضعون هذه الشروط. أما تلك الشروط فالواضع فيها هو رب العالمين سبحانه وتعالى وضعها، قال لابد من ولي، واضح ولا لا؟ إذا لم توجد هذه الشروط فالنكاح لا يصح، واضح ولا لا؟ اللي هي شروط النكاح. أما الشروط في النكاح لو وضعنا شروط أو ما وضعنا شروط فالنكاح إيش؟ صحيح، ما له دخل. شروط النكاح الواضع لها الله سبحانه وتعالى، الشروط في النكاح الواضع لها المتعاقدين أنفسهم. فهذا فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. الشروط شروط النكاح محددة، الشروط في النكاح غير محددة. أما زوجة تشترط التدريس، وزوجة تشترط البيت، وزوجة تشترط السيارة، وزوجة تشترط كذا، كل واحدة لها إيش؟ لها شرط، وكل زوج له شرط. زوجة تشترط أنها تبقى في بلد أهلها، زوجة تشترط أنها يعني تكون في مسكن قريب من مسكن أمها، كل له إيش شرط. لكن شروط النكاح محددة، حددها وعددناها عليكم حوالي 5 أو 6 شروط.